آسف جدا. بمناسبة الضحك، احنا يعني لا يمكن ان ننسى الضاحك دائما علاء ولي الدين رحمة الله عليه، الله يرحمه، وذكراه اليومين دول، وذكراه اليومين دول، وهو كان حبيبك وصديقك. اخويا ايه علاء، ايه باقي؟ ليه علاء ولي الدين باقي؟ دي حاجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، يعني استغفر الله. يعني ساعات الواحد يقول، الواحد ما حسش انه غاب للأمانة، يعني سيرته تماما كأنه هيجي يقعد معنا بعد ربع ساعة في أي قعدة مع أصحابنا مع كذا. الجمهور بيفتكره بكل خير من خلال أعماله الجميلة، إلى جانب لما عرفوا جوانب من شخصيته. فهو هو حالة كده جه قعد معنا شوية ورحل طبعا، وفضل بقى منه كتير الحقيقة، يعني بقى منه كتير ذكريات وحاجات وضحك وبتاع، مساحة كبيرة قوي 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 قوي، عارفة راحت كده. فضل منه ايه جوه محمد هنيدي؟ الأمانة فضل كل حاجة، فضل كل ذكريات. يعني دلوقتي أنا أخوه معتز ربنا يديله الصحة موجود، لما بروح أزور معتز في البيت أنا بتمشى بقى في البيت، بدخل أوضة علاء اللي تربينا فيها ونمنا هنا وعملنا هنا وكذا وكذا وكذا، فلان احنا ما كناش اسبوعين وخلاص، احنا كنا تقريبا عايشين مع بعض. فجزء كبير كده عارفه فضي في الاول بعد رحيله، بس بعد كده لا اتعوض بسيرته اللي بتيجي طول الوقت الحقيقه، بشغله اللي سايبه للناس، طبعا برصيد الصداقه والاخوه عارفه. فرحمه الله عليه. وعلى فكره اليومين دول كمان ذكرى خالد صالح. خالد صالح وده كان صديق الجامعه بقى طبعا، يعني اعرفه قبل علاء تقريبا، يعني من جيل الجامعه من الاول بقى خالص، واحنا في طلبه في كليه الحقوق وكنا مجانين تمثيل يعني. وخالد كان رحمه الله عليه من الناس اللي مهما اتاخر ظهوره بس كان في ثقه مننا كلنا انه لا يعني هيظهر في يوم الايام وهيبقى نجم مهم جدا والناس هتحبه، لان في طاقه يعني مش معقول ربنا سبحانه وتعالى يعني خلقها واكيد هيظهرها للناس. وهو الحقيقه ما لا يئس ولا لا 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 لا، كان مكمل لحد ما ربنا سبحانه وتعالى كرمه، وفي وقت قصير سايب تاريخ ضخم، انا شايفه ضخم يعني. فده خالد صالح وده خالد وده علاء ولي الدين الله يرحمه.